اسمي أندرو داو، العمر 26 سنة، عامل هندسة زراعة، عايش بشمال لبنان بمنطقة باترون، قضاء الباترون، ضايعة اسمها محمرش. نحن هون بالمنطقة في كتير مزارع دجاج. طلعت براسي فكرة أنه كيف أقدر حول فضلات الدجاج لهن المزارع عم بيتخلصوا منهم، عم يكبون بالأراضي اللي عم تأذي كتير الأراضي وعم تحرق الخضار المطرح بتنحط وتعمل ريحة عم تأذي السكان كمان. أعمل طريقة أقدر حولهم هودي من شيء بضر بالأرض لشيء يفيد الأرض، مخلفات الدجاج بيسموهن، قدرت تحولهم لشيء أسمدة طبيعية عضوية بتفيد الأرض ما بتضرها. كنت بدي أجيب معمل من برا، هو بيساعد يعطيهم أكسجين وهن بدهم أكسجين وبدهم رطوبة معينة وحرارة معينة تا يتخمروا مزبوط ويصيروا صالحين. بظل الأزمة ما قدرنا لا نطلع لبرا مصاري ولا قدرنا نجيب شيء، فاخترعت مكنة هون تعمل لي كل اللي بدي إياه أنا وعملت لي نتيجة كتير منيحة، قدرت خمرهم وصرت هلأ أنا هون تقريباً من كل مزارع المنطقة عم بشتري منهم الفضلات الدجاج، بساعدهم شوي للمزارع أنه كمان هن وقعين بأزمة، وأنا بجي بعالجها وبرجع بحطها بالأرض وبياخدوها المزارعين مني بيستفيدوا منها وبيوفروا كمان أكيد على جيبتهم، ما بيشتروا كيماوي. بالصعيد الزراعي بلبنان جربوا كتير يعملوا من فضلات الدجاج يعملوا هالطريقة ما زبطت معهم. أنا عملت كتير أبحاث تقدر تزبط معي هالموضوع، يعني أنا كعضوي من الدجاج ما في منه إلا أنا بلبنان. مظل هلا عم يصير بلبنان إنه الواحد يتخلى عنه صعبة، يعني هو بلدك، إذا قلت إنه أوكي لبنان وقع بأزمة قمت أتركه وفل، ما بضل في حدا هون يعمل شيء أو يساعد بشيء. أنا ما فكرت فيها الهجرة ولا سافر ولا اشتغل برا، مثل أنا في هالفكرة براسي. أكيد كل شاب باختصاصه بمجاله عنده فكرة عنده شيء بحب يعمله، خليه يشتغل عليه ولو يبلش من الصفر ويمشي فشخة فشخة وبيوصل، أكيد بيوصل. هو طموحي أنا أكبر المعمل أكيد، أنا الإمكانيات هي مشكلة المادية قليلة بالوضع، أنا بدي أكبر المعمل، أقدر أوسع سوقي مثل ما بيقولوا، أقدر أصدر لبرا يعرفون الناس أكثر.